بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة المخبر هو متفتح على محيطه الخارجي لكي لا يبقى المخبر متقوقعا في القاعة في المكاتب وفي مدرجات الجامعة، فإن المخبر يحاول أن يخرج مرة على مرة خارج أسوار الجامعة ويقوم بالشراكة مع مؤسسات بحثية سواء في الوطن ولا في خارج الوطن، وأيضا مع المجتمع المدني ومع جامعات أخرى، وبالتالي يحاول أن يحيي مآثر وأحداث تاريخية وأحداث مرتبطة بالواقع الاجتماعي المعيش. ولذلك احنا عندما اتصل بنا الإخوة في منطقة بقعة والأساتذة الأفاضل، إذا لم نتردد قط في مد يد العون والمساعدة، خاصة يعني المساعدة العلمية للمخبر في هكذا ندوات. وبالتالي يعني ارتئينا أن نحضر هذا الملتقى ما دام أنه ملتقى تأسيسي، وبالتالي نحاول أن نضع لبنة لندوات أخرى وملتقيات أخرى تكون عبر التأسيس لما يسمى بالتاريخ المحلي، التاريخ المحلي لأي منطقة من مناطق الجزائر، وهو تكملة للتاريخ الوطني أو ما يسمى بالتأسيس للتاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي والتاريخ السياسي للجزائر ككل. وهذا التعاون والشراكة للمخبر تكون عبر إعطاء الصبغة العلمية الأكاديمية لهذه النشاطات، وأيضا عبر طبع الأعمال وهذه المداخلات التي سمعناها الآن من الأسفير الفضل في عدد خاص من المجلة التي نشرف عليها، وهي مجلة تابعة للمخبر تسمى مجلة أفاق فكرية، وهي معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية للمجلات ومصنفة في صنف جي. بالنسبة للشريك هو جمعية تجمي بغداية الجميلة، ونشكر هذه الجمعية لأننا لأول مرة يعني اكتشفت نشاط هذه الجمعية، يعني نشاطها الأهلي، نشاطها المدني، نشاطها الاجتماعي، نشاطها الكاريكاتور، وبالتالي يعني نقدم من هنا باسم المخبر وباسم كل أعضاء المخبر كل آيات العرفان والتقدير والامتنان لما تقوم به هذه الجمعية، ونتمنى أن يتعدى مجالها يعني مناطق أخرى في الوطن، ولما لا يعني خاصة المعوزين والأطفال يعني واليتامى والمحرومين، وبالتالي تكون يعني جسر كبير بين الجمعية وبين الجامعة وبين المجتمع المدني ككل. شكرا.